حسين، حسين الجويش الرائد الذي يريد إضافة هدف ثاني. هنا الانطلاقة، هنا البينية، إسماعيل، الله يا إسماعيل، ثنائية مميزة من حسين شويش، التدخل من المدافع والسقوط ولكن لا يوجد شيء، تدخل من إسماعيل بنجورة وهدف ثاني مميز جدا. صالح الشيري بالصناعة، إسماعيل بنجورة بالهدف ثاني، 2-0 للرائد. الرائد الذي يريد تأمين النتيجة من البداية، خاصة عندما زج نصيف البياوي بمهاجم